الخبر الاخر خلينا نشوف الصوره اذا اكو موجوده ممكن، ولا زحمه عليكم اخوان ولو تعبكم ويانا. اوكي، غرق مدرسه في الديوانيه بسبب الامطار. يعني صراحه ممكن انه نقول انه احنا هو حاكين بهذا الموضوع، وانه البنى التحتيه بالنسبه لهذا البلد كلها سيئه، وبالتالي هذا الموضوع مو جديد، لكن دورنا انه احنا دائما نذكر، وهذا هو واجبنا، انه احنا ننقل لكم الحاله اللي موجوده. يعني يمكن هذه صوره من محافظه الديوانيه، تعرفون قبل فتره انتشرت هوايه من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي بصفحات كثيره بدت تنقل الصوره اللي موجوده من محافظه الانبار، وانه هذه المحافظه شلون شوف صارت وشلون الخدمات بيها صارت، وبدت تنافس على انه هي من افضل المحافظات من ناحيه الخدمات، لكن يعني الصور ما لحقت صراحه اسحبهن. منطقه كامله غرقت، المناطق الفرعيه غرقت. اعتقد انه هم دا يسوون مثل ما يسوون امانه بغداد، ان هم يركزون فقط على الشوارع الرئيسيه، ويعوفون المناطق الفرعيه تكون مهمله. يعني دائما نقول انه احنا يمكن هسه احنا نحكي عن بغداد اللي هي العاصمه واللي ميزانيتها اكبر، واللي يمكن يعني نعرف هذه الاشياء، الحكومه موجوده هنا، فقضيه الاهتمام يجب ان تكون اكبر، وعندنا هذه المشاكل. فكيف ما نتكلم عن الديوانيه، نتكلم عن ميسان، نتكلم عن السماوه، نتكلم عن الناصريه، هذه المحافظات الجنوبيه اللي عانت ولا زالت تعاني بسبب قله الخدمات بمختلف انواعها. يعني من نحكي عن بغداد نقول لك انه فوت لي اي منطقه راقيه اللي انت تعتبرها راقيه بين قوسين، فوت وشوف المناطق الجو الفرعيه وشوف الحفر اللي موجوده والشوارع المنبلطه. طيب امشي شويه للاطراف، اطراف بغداد ممكن تمشي، راح تشوف قضيه الخدمات السيئه اللي موجوده بهذه المناطق وشلون هي مهمله. طيب فاحنا هنا هسه نجي نستغرب من هذا الصوره، ما نستغرب، لكن مثل ما قلت لكم انه احنا رجعنا حتى نذكر يا اخوان دوركم الحقيقي وين؟ اذا نتكلم عن الحكومات المحليه، نتكلم عن البلديات الخاصه بكل محافظه، نتكلم عن امانه بغداد، دوركم وين؟ ده تشوفون يعني انت كمسؤول موجود، اذا ما نتكلم عن المسؤولين بالحكومه المركزيه، لكن اذا نتكلم عن حكومه محليه مبسطه موجوده في محافظه معينه، هل من الممكن انه تقبل ابنك يكون موجود ويداوم بمثل هذه المدرسه وبنفس هذه الظروف؟ مستحيل، لانه انت ابنك اكيد موجود، يعني الله يزيدك، لكن موجود بمدرسه اهليه بها خدمات، بها مقومات، بها بيئه صحيه للدراسه. يعني غريب الموضوع، شلون تقبلها على الناس الاخرين وانت موقع مسؤولين؟